بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نراجع ما أخذنا في الدرس الماضي. نعم، قدن كتمامرنا وانبقنا مراجعنا دقنا النتائج. نعم، من يقول لي ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ قدن كتمامرنا ومعنا ملس الدنيا وطا يوم لم يتأيك على قلتنا نبر حاجة كذا. نعم، فنبر قم أوقف. أي كتاب درسنا؟ الدروس المهمة لعامة الأمة. الدروس المهمة عند القابية هونو تمرتوج عطاك علي لمن لا هفرة تصل. لماذا ندرس الدروس المهمة؟ هذا آخر واحد هناك الأبد. لا من نو إهين عند القابية هونو تمرت من المعربات لمن على معنى على تمتامون الملو على تمتامون. أوقف، قم يا رجل. آخر كانت دره ابن كانت دره. لا أحد يشتغل بالجوالات يا أخواننا. إيان داندو قلنا سبب موبايل بمنكاكات كسبوك بمنكاكات أم فقد من الملو. نصيحة العلماء يا عالم وش مكر، وفيها على ما سماها المؤلف أنها مهمة. إيه بطان معلف ملي إن تناجر أو تلك هنا أنجر قابل. ما هي الطريقة التي لابد أن نسير عليها في حفظ القرآن؟ نعم، قرآن عندنا حفظ ويمشن بدا بجنك الله تاتشن عندنا إذا من قدو يميقر لنا ما أنه قدمتها من القرآن. نعم، حفظ يومي لابد يوميا نحفظ القرآن. نعم نعم، حفظ اليوم بكم بكم يمن المعره ومنور اللبت بكم بكم يمن المعرات منور بكم بكم في كل يوم. ثم نطالع في تفسير هذه الآيات، لابد من تفسير مختصر. نعم، إيان داندوا كمن المعرات قرآن أكثر بهون تفسيرات لن ما رد ما ترجمان. كتفسير ابن سعدي رحمه الله تعالى. يا تفسير ابن سعدين يمثل إيش؟ ونستعين بالله على العمل. قتل عندما بسرة لن التعجز. إيراسو مسرات بتمارس مسرات دان رسوا يرجعنا ليك أرضانهم. عرفنا التوحيد. توحيد ترجمون معنى تقدم قلتنا توحيد مالت من مالتنا. عرفنا أنواع التوحيد الثلاثة. يا توحيد كفل وش صوستاين وتوتشين قدم قلت أرجن ترامرنا. ذكرنا مراتب الدين الثلاثة. يا دين صوستاين مرتبان دالة شو درجة دالة شو قلت أرجن قدم ترامرنا. الإسلام اسلمنا عندنا والإيمان ولتنا وإيماننا والإحسان صوتنا إحسان ملكا موالم يبالون. وقلنا أركان الإسلام خمسة. يا إسلام مسارتوك أمسنا وبلان تماما لنا. وأركان الإيمان ستة. يا إيمان مسارتوك سدسنا وبلان تماما لنا. والإحسان ركن واحد. يا ملكان موال يا إحسان موال ركنو عندنا وقطرو بلان تمام لنا. نعم، عرفنا الإسلام. أسلمنا معنة ترقم تريا ترقمون أسكمتنا. وقلنا لابد في الشهادة من ركنين. شهادتين لدماء هلات أركان وش علات بلان هلات مهازان وش علات بلان تنقاقرنا. وشروط ثمانية. عندنا سمنت مسفرت وش علات بلان تمامرنا. وعرفنا الإيمان. إيمان مالات دماء تريا ترقمو ما معنى الإيمان بلان تريا ترقمو ما حد الإيمان بلان تمامرنا. نعم، أركان الإيمان ستة. يا إيمان مسارات واتو قدر واتو سدسنا وبلان تمامرنا. ما هي؟ ما ناتو النجا سدست واتو. من يذكر لي أركان الإيمان؟ قل لي هذا.
يا إيمان أعطني القلم قلم قلم هات القلم القلم اسكريتو مالك هات أوقف أوقف ما هي أركان الإيمان؟ نعم ستة وهي أن تؤمن بالله أول ركن من أركان الإيمان نعم يمجمّر أركن بعند الله بالشامة لو قال لك قائل أنت مؤمن بالله؟ أنت تناجي تياكي أنت بالله أمينه هو بتأيكه تقول نعم يقول كيف أؤمن بالله علمني كيف أؤمن بالله قتل ودمون دي تاريجين دمى من الله يتمار خبتنا استمرين بلو بله إذا قلت لا أدري مرسي أنتني دي تاريجين دمتا من آلو قوم بله بتل هذا معناه أنك غير مؤمن بالله لا تدري كيف الإيمان بالله أنت أنديتن أمنهم التلون أتوقعهم كافي أنك أدلهم الإيمان بالله يتضمن الإيمان بماذا؟ نعم بالله ما من مالات ما من يكتل بتوحيد الربوبية بالله سبحانه وتعالى فطارنتنا أستنا غارنتنا يكتل وتوحيد الألوهية بالله سبحانه وتعالى بتشاون تملاكنة يكتتها وتوحيد الأسماء والصفات يا الله البهاريات وتشنا سموتشن يكتتنا وتؤمن بوجود الله بالله سبحانه وتعالى جني لمهونو لمنورو هنغلا يكتتها لأن هناك من ينكر وجود الله سبحانه وتعالى كفطرات الدنيا له يا الله المنور يمي استبدلو ما الأدلة على وجود الله الله سبحانه وتعالى لمنور ما سرجوس ما سرجو دليلو من دنو الأدلة كثيرة جدا ما سرجو توبر كاتناتشو بتأم يمكن أن نجمع هذه الأدلة في أدلة أربعة إجمالا تاكل لما درج أردت تعلق مسرد جوج أدو ما الذي تشالان العقل ولتنا أمره تقمنا يستحيل أن يأتي عاقل وينظر في هذا الانتظام البديع في الكون طلوع الشمس وغروبها المجرات والبحار والأنهار والأشجار إلا ولا بد أن يثبت أن لهذه المخلوقات خالق واحد مدبر سبحانه وتعالى أمره طرو أمره يالله سو صحيح تركان باتك علي إهين أعلم إهين جزوفيون أعلم إياي يالا أسجنيتا ندالتجني بارجتنينات هي منا الثاني هولتنيو الحس محسوس كيف تكون في كرب وشدة في مصيبة في ابتلاء ترفع يديك للسماء تقول يا رب يا رب يا رب فرجها تنفرج هذا دليل حسي محسوس ملموس نعم ولتنيا فطاري لمنورو تجبط هنيتاوچ አሉ يميتجبطو يهون ميتايو يهون من يمسل يوانا چگر شاگاتمنا اجاچن درگتان ودا لاي نو باكه جلجلان قدر رسبنا مكرا كاتين قوطان يمنلو اكلاند ايه تتباتو ما ترجان الثالث الفطره كل مولود يولد على الفطره صوتنيا ما ترجا تفطرو امراتين تفطرو فطره تفطرو فطره الاسلام هي باتكالاي فطره بس لمنا لاي اندا تفطرا ايه انتلقو ما ترجا نو مكنياتو هم سوسي ولد بسلمنا علينا ويمي ولدوا الرابع الشرع يعني الأدلة من الكتاب والسنة وهذا كثير جدا على وجود الله أردتني الله لما نوره قرآن حديثه يتقمنا ينقرنا يهم بركاتنا الله لما نوره يمينا قرود قرآننا حديثه بركاتنا نعم تعيد هذا نعم الله لمنور
النذين أهون يتقطرون زرزر الانكارات مصر الجوش قرن منه كيف نؤمن بالله؟ بالله انديت النامن عندهم نؤمن بتوحيد الربوبية؟ نعم النامن يقبلنا الله سبحانه وتعالى أستنا باري النتجة النتية الصبت عنده هنا للنامن اختصار لا 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 تفصل ما فصل نعم ربوبية بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات يستنى بارنات يتملك النات يبهاياتنا يسموج ونؤمن بوجود الله بالله مجنات بالله نارنات للنامن ودل على وجود الله العقل الله لمنورو أعمرو تقوى منه والحس تجبطوه نتا يعني محسوس ترى أو تسمع مثلا نعم تدرك إيه إما بالسمع أو بالبصر بجروه بايناتشن منه ومداسة سنقروش هلا الله لمن وروط أقوى مناتشه والفطرة تفطرة أمر من بها وتقوى منه والشرع شرعهم على تنيا تقوى منه نعم